يا مساء الخير، اليوم نستعرض لكم شقة في مجمع راقي في منطقة راقية تعتبر في داون تاون طرابزون، منطقة بوستيبا. المجمع عبارة عن 9 بنايات. الشقة اللي بنستعرض لكم فيها في أول بلوك في المجمع هذا، تشوفوا تفاصيلها في المجسم بالإضافة إلى تفاصيل أكثر في الموقع اللي هو موقع الشقة. المجمع زي ما قلت لك عبارة عن 9 بنايات بالإضافة إلى الخدمات اللي موجودة فيها من مسابح، مواقف للسيارات مفتوحة ومغلقة، بالإضافة إلى الجلسات العائلية، المساحات الخضراء، وأيضا صالة الفتنس والسونا. أديكم تفاصيل الموقع. البوستيبا قريبة من الميدان، قريبة من مطار طرابزون، قريبة من مول الفروم، بالإضافة إلى أنها منطقة حيوية مخدومة بكل الخدمات من سوبر ماركتات ومطاعم، بالإضافة إلى مواصلات. تعالوا مع بعض نستعرض لكم التفاصيل في المجسم، ومن ثم نطلع إلى الشقة وتشوفوا تفاصيل كاملة. هذا مجسم المشروع زي ما انتم شايفين، الشقة اللي بنصور فيها في البناية هذه شقة شرقية، يعني بالجهة الخلف. المجمع عبارة عن 9 بنايات. هذه الخدمات اللي موجودة فيها: ملاعب، مواقف مغلقة، محلات تجارية، بالإضافة إلى المسابح وصالة الفتنس. هذه كل الخدمات موجودة. تعالوا نطلع نديكم تفاصيل كاملة للشقة. وصلنا الدور 11، شقة رقم 62 زي ما شايفين. توصيلات أو تمديدات الغاز الطبيعي واسع لكل شقة. أول ما ندخل الشقة نجي هنا على اليسار، دورة مياه أولى منذ الكرامة. عندنا الممر اللي هو موزع الغرف. مقابلنا هنا الصالة، هذه مساحة الصالة، ديكورات سقفية، بالإضافة إلى التدفئة المركزية وأسمى. عندنا مخرج من هنا للمطبخ، وأيضا من هنا في أيضا دخول للمطبخ. نتوجه للمطبخ. دولي راكبة وجاهزة، نوعية فاخرة وجيدة. المدخل اللي قلت لكم من الصالة هذا هو. وفي مخرج للبلكونة من جهة المطبخ، يعني نقدر نخرج للبلكونة من الصالة على طول بدل ما ناخذ اللفة هذه. ومساحة البلكونة يعني لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، متوسطة، تقريبا نقدر نقول 2 متر في 1.5 متر. الشقة هذه شقة شمالية، يعني راح يكون إطلالة الطبيعة موجودة في هذه المنطقة. إطلالة الطبيعة حلوة، وعندنا إطلالة المجمع من هنا راح يكون، والمساحات الخضراء والخدمات اللي بشرحها لكم اللي هو المسبح والمواقف المغلقة، بالإضافة إلى صالة الفتنس، ملاعب الأطفال، المساحات الخضراء والجلسات العائلية راح كلها تكون هنا، وراح تكون إطلالتها جدا حلوة على المجمع. يعني لها إطلالة على المجمع وإطلالة على الطبيعة. نكمل تفاصيل باقي الشقة. مقابل المطبخ عندنا دورة مياه رئيسية تابعة للشقة ككل. وأخيرا هنا
غرفة النوم الرئيسية مساحتها جيدة تقريبا 3×4.5. وإطلالة غرفة النوم الرئيسية على البلكونة. الشقة هذه شقة هي غرفتين وصالة، قلبوها غرفة وصالة فصارت مساحتها أكبر يعني تقريبا نقدر نقول مساحة 85 متر مربع. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.